أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه التغطية المتواصلة والمستمرة من قناة المغاربية لحراك الشعب الجزائري المستمر لعدة أشهر. نحن في الشهر الرابع بعد الجمعة 16، هذه الجمعة الخاصة بموعدها أنه جاءت بعد 4 أسابيع رمضانية، 4 جمعات في رمضان، وأيضا هي جمعة العيد، وجاءت أيضا بعد خطابات مثيرة للجدل لرئيس الأركان في الجزائر أحمد قيد صالح، وأيضا رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح. أيضا تقييمات لهذه الجمعة 48 ساعة بعد ذلك، الكثير من الحبر سال حول زخمها وحول وعيها أيضا وحول وضوحها في الشعارات بأن الشعب الجزائري خرج فعلا ليس لكي يعمل التكتيك مثل ما وصفوا، وإنما لهدف استراتيجي وهو تغيير آلية الحكم في الجزائر من نظام شمولي يعتمد على التزوير وعلى الريع والقوى الأمنية إلى نظام ديمقراطي يعتمد على المؤسسات الشرعية النابعة من إرادة الشعب، كما قال دستور البلاد في مادته 7 و8 والمادة 12 أيضا. في مقابل ذلك يتواصل المسلسل المناورات من طرف نظام الحكم، آخرها خطاب مثير للجدل كما ذكرت لرئيس الدولة المعين، وقرارات للحكومة المرفوضة شعبيا بإنشاء هيئة لتنظيم الانتخابات. هيئة لتنظيم الانتخابات من طرف حكومة مرفوضة، لا تعرف معالم هذه الهيئة وأيضا لا يعرف سياقها في هذا الظرف الذي تعلو فيه أصوات الجزائريين بأننا لا نريد انتخابات تحت إمرة سلطة الأمر الواقع. نتابع. للحديث حول هذه الفقرة الأولى من هذه التغطية، قضية هذه الهيئة لتنظيم الانتخابات من طرف الحكومة المرفوضة شعبيا، ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ العربي زيتوت الدبلوماسي السابق وأيضا عضو حركة رشاد، وعبر الهاتف من الجزائر رئيس حزب جيل جديد السيد سفيان جلالي. أرحب بكم ضيفي العزيزين. أول تعليق أستاذ العربي زيتوت حول هذه الهيئة التي يعني ساعات أعلنت عنها الحكومة. السلام عليكم ورحمة الله، عيد مبارك وسعيد لك وللمشاهدين الكرام وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يعني في الوقت اللي الناس تتظاهر وتخرج وتصرخ وتصدع وتكتب وتقول أننا لا نريد هذه بقايا العصابة، لا نريد هذه الحكومة، لا نريد هذا الرئيس، لا نريد هذا النظام ككل، هم وكأنهم يعيشون في كوكب آخر ويتعاملون مع شعب آخر مش مع الشعب الجزائري. لأنك حين تسمع خطاباتهم أو تسمع عن بعض ما يقومون به مثل هذه الهيئة كما تسمى أو السلطة، تشعر وكأن الجزائريين كان المشكل الوحيد اللي عندهم هو مشكلة من يشرف على الانتخابات وليس مشكلة نتاع نظام أهلك العباد والبلاد
نهبت البلاد، خربت البلاد، بلد بهذه العظمة وبهذه القوة أصبح لا يساوي شيء لا على المستوى العالمي ولا على المستوى حتى الإقليمي أو المحلي. كل هذا مش فاهمينه، ولذلك تشعر أن هناك قطيعة ذهنية وفكرية إضافة إلى القطيعة الأخلاقية وأحيانا حتى الجغرافية، لأنهم لا يسكنون ولا يعيشون مع الناس، يعيشون في أماكن محصنة وتحت حراسات وتحت، ولا يخرجون إلى الشوارع ولا يلتقون الناس، فهم في قطيعة، والقطيعة الكاملة تخليهم إذا أحسن بهم الظن أنهم يخطئون تماما في هذا المجتمع، وإذا أخذنا الحقيقة نتاعهم هو أنهم مثل ما كانوا دائما أنها عصابات تحتل البلاد حقيقة وتريد أن تستمر في خرابها. المهم بالنسبة إليهم كم ينهبون وماذا يعطون للذين يدعمونهم في الخارج، مقارنة بالشعارات اللي كانت يوم الجمعة. يعني في يوم يوم الخميس كان خطاب تاع بن صالح، يوم الجمعة كان زخم، وبعدها جي قرار هذه الحكومة. كيف يعني المشهدين كيف يبدوين؟ أنت قلت في البداية تاعك مثير للجدل، مش مثير للجدل، هو مثير للتقزز والاستفزاز. يعني تصرفاتهم الآن هي أنهم داخلين في الحيط، بعبارة دارجة يعني أنهم ما رمش يسمعوا، وأن الناس أكثر من 100 يوم الآن، رانا تقريبا في 107 ولا 108 أيام، يعني بعد بضعة أيام نكونوا في نكملوا ربع شهور، صحيح، وأن الشعارات الناس من أقصاها شرقا إلى أقصاها غربا كما من أقصاها جنوبا إلى أقصاها شمالا هي تقريبا نفس الشعارات، والمضمون هو نفس المضمون، والمطالب هي نفس المطالب. هذه ليست جهة هنا أو مدينة هناك أو ولاية هنا أو طائفة هنا، هذا الشعب الجزائري ككل، أهل البلاد ككل، أهل البلاد يقولوا البلاد بلادنا ونديروا فيها رأينا، شعب هذه بلاده ويدير فيها رأيه. لكن الجماعة هذون بالنسبة لهم لا، وصاية، يعني هذه عملية وصاية، كمشة من الجنرالات، سيطرت على الجيش، سيطرت على نظام الحكم، وعندهم القراقوزات نتاعهم، هذو عرائس القراقوز اللي يحركهم أو يقولوا لهم واش تقولوا واش تفعلوا. لأن واش قال بن صالح؟ هو نفس الخطاب نتاع قايد صالح، عاودوا بن صالح، وإنما ربما بكلمات أكثر لباقة شوية يعني في المنطق. إذن الجماعة هذو صراحة بهذا المنطق وبهذا الوضع راهم يدفعون في البلاد إلى حال انسداد كاملة، وراهم يزيدون في راديكالية وفي غضب الشعب. طيب سي سفيان جلالي، كيف تقرأ هذا المشهد؟ يعني يوم الخميس في الليل وهذا الخطاب تاع بن صالح، وهذا الزخم اللي كان في الجمعة 16، لكن بعده يجي حكومة تقول لك بلي راح ننظم الانتخابات وهاي لك اللجنة أو الهيئة. نعم، مساء الخير، السلام عليكم على المشاهدين، وتحيتي لكل ولضيفك خاصة. شوف، الحقيقة يوم الجمعة كان تظاهرة كبيرة جدا، يعني خارق العادة، ومرة أخرى الشعب الجزائري يؤكد على ضرورة تغيير النظام. وعندما نقول تغيير النظام هو تغيير جذري، يعني في طبيعة النظام وفي كيفية الوصول إلى السلطة وكيفية تسيير كل المجتمع. الآن أين هو المشكل؟ المشكل كيف ننتقل من واقع اليوم إلى واقع جديد، والمرحلة هذه أصبحت صعبة، لأن في الحقيقة منذ 22 فبراير وبالأخص منذ 2 أفريل انهار النظام السياسي. النظام السياسي البوتفليقي انتهى، انهار، وبقيت المؤسسة العسكرية وحدها كممثلة للدولة الجزائرية، لأن حتى رئيس الدولة هذا ولا حتى الحكومة هما في موقع ثانوي ليست له أهمية كبرى. الآن كيف يعني أمام الخصوم هذا؟ من جهة حراك شعبي عنده إرادة، عنده تواجد قوي في الشارع، ومن جهة أخرى هنالك سلطة لها كل الوسائل، مؤسسات الإدارة، العدالة، وأكثر من هذا لها يعني القوة العسكرية والأمنية. فكيف نصل إلى مخرج؟ لأن في نهاية الأمر اليوم ما نظنش أنه يعني هذا وقت للنقد فقط، حان الوقت باش نقترح مسلك حقيقي لنخرج به
ذلك قبل ذلك يعني قبل ما نعطيك قبل نعطيك فرصة يعني تكمل قضية المخرج. نعم. أرانا في قضية الفهم يعني بعد 16 أسبوع. نعم. يعني الشعارات الشعبية كانت واضحة وكل جمعة تزيد وضوحا، لكن المناورات تستمر. كيف نفهم هذا الكونتراست اللي بين المشهدين يعني؟ نفهم شوف لازم نعرف مليح ان في 22 فبراير المؤسسة العسكرية ما كانتش محضرة نفسها لهذا التغيير. ما داروش استشراف، ما خطوش يعني لمخطط ثاني. هما كانوا دايرين يعني كل عضو تاعهم في نفس القفة، تولي الزودو الميم باني، رايحين للعهدة الخامسة. الآن تدخل الشعب أقلب الموازين وغير المخطط، وفي نهاية الأمر أرغم المؤسسة العسكرية على الضغط على النظام السياسي للذهاب. نعرف كلنا انه حتى يعني مسيرين هذه المؤسسه ومنهم رئيس الاركان هما طرف من هذا النظام، ولكن الواقع الان يقول لك باللي النظام السياسي انتهى ودخلنا في مرحله جديده. فبطبيعه الحال هما متخوفين، متخوفين لان هنالك مصير شخصي، هنالك مصير لمصالح، هناك يعني كذلك مصالح أمنية. ما نقدرش ننفي أن هناك إلا المصالح الشخصية، هي الأمور متعقدة جدا. نعم. وبطبيعة الحال يعني الكل له عدد من الأسباب للتخوف. احنا الآن ما هو يعني المخرج؟ إما ندخل في اصطدام مباشر مع المؤسسة العسكرية ونفرض عليها الحل يعني بالقوة، هذا سؤال، هل لدينا هذه القوة؟ أما المخرج الثاني هو نذهب إلى تفاوض بالوزن تاع الشارع ونفرض تنازلات من قبل السلطة للذهاب بطرق سلسة إلى تغيير النظام. نعم، هذا ما صرحت به يعني. يعني أنت صرحت. نعم. سفيان، أنت صرحت أنه أولا هناك. نعم. تغيير في المصطلحات، وهذا شيء جديد وملفت للنظر بالنسبة للكثيرين. يعني بعض السياسيين لم يعودوا يتحدثوا عن الحوار بقدر ما يتحدثوا عن التفاوض بين جهتين. نعم. قويتين يمتلكان القوة، يعني هو الشعب والمؤسسة العسكرية. أنتم قلتم نتفاوض. نعم. من أجل رحيل النظام وليس لبقائه. بالضبط. هل من. نعم. تفسير لهذا. نعم. لهذا المصطلح؟ لا شوف، انت تعرف ولا سي زيطوط ضيفك هو دبلوماسي، عندما يكون هذا الصراع ما بين بلدان ولا ما بين اشقاء ولا اللي حبيت ندخلوا في حوار بكلام ومصطلحات دبلوماسيه. انت عندما تقول حوار هي في الحقيقه كانك تخلي نوع من شرف للاخر، لان تغرم تفرض عليه تفاوض. كيفاش مؤسسة عسكرية تتفاوض مع مجتمع؟ يعني شوية ثقيلة، ولكن الخطاب السياسي يقدر يتحمل بعض الأشياء. حنا اليوم الواقع هو تفاوض. أما المفردات المستعملة ممكن نستعمل الحوار، ولكن في نهاية الأمر لازم يكون تغيير حقيقي وتعطي بعض الضمانات للطرف الآخر باش يقبل يتنازل. أما أنت تأتي بخطاب وتقول له أنا ننزع منك السلطة ونشارعك ونديرك في السجن. نعم. إيه هو يقول لك ما دام أنت راك في هذا يعني بالتفكير هذا وفي هذا. نعم. المنطق، أنا الأول اللي نتغدى بك قبل ما تعشى بي. لكن لم يكن هذا سفيان، بيكون واضحين، لم يكن هذا موجود. نعم. في الحراك، يعني لم نسمع أي شعار من شعارات الشعب الجزائري تقول بلي غادي نحاسبوكم ولا غادي ندير لكم مشانك يعني في النهايه. لا 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 لا، كاين هذا الكلام في بعض الاوساط اللي راه يتمارس نوع من الشعبويه. خلينا احنا المهم انه الشعب راه فاهم جيدا. صحيح. الشعب عنده الاراده نتاعو واضحه، هو تغيير النظام. صحيح. الان التغيير هذا ما لازمش يجي على حساب مصلحه الشعب، لان لو كان ندخلوا في دوامه تاع عنف ولا اصطدام ولا هذا مش مليح. فعلينا ان نتعامل بذكاء وسلاسه مع الوضع باش نخرج الى يعني الهدف الاسمى وهو التغيير. والتغيير في نهايه الامر
يجي من خلال انتخابات، لأن ولا أحد له شرعية باش يقوم بإصلاحات دولة وبتغييرات عميقة بدون ما يكون عنده شرعية شعبية. فإذا الحل يأتي من خلال انتخابات اللي راح توضح الأمور وتعطي شرعية للناس اللي قادرين باش يسيروا غدوة هذا التغيير. جميل، أشكرك جزيل الشكر أستاذ سفيان جلالي رئيس حزب جيل الجديد على هذه المشاركة، كنت ضيف عبر هاتف من الجزائر. يعني مجموعة نقاط أستاذ العربي زيتوت، الملاحظ أنه الكثير من المقترحات والمبادرات عند الطبقة السياسية، هناك من عندها مصدر شرعي، يعني هناك جهات عندها شوية مصداقية شرعية وهناك ما عندهاش يعني، وهناك أيضا من يريد أن يمارس الوصاية على هذا الحراك. ألا تعتقد بأنه هذا أهم شيء أربك هذا الحراك أو يحاول أن يربك الحراك، وفي الحقيقة حراك غير مربك؟ دائما تنسى محمد في الاسم، محمد. شوف، انت تعرف من لفافاس البنفليس المقري الرجاد كل شخصيات كذا، فهناك من عنده مصداقيه وهناك من كلامه يربك الحراك او يحاول. صحيح، شوف الناس من حقها، مادام واحد ما جاش قال انا راني نتكلم باسم الحراك، جميل، فالناس من حقها ان تبدي اراها، لان احنا رانا اهم شيء اللي رانا نديرو في المعركه مع هذه العصابات هو حريه التعبير، وحرية التعبير كل الناس أحرار ما دام يلتزموا بالأخلاق وما يكونش كلام بذيء وما يكونش السب والشتم، فالناس أحرار أن تبدي آراءها، الناس تكون عندها مواقف، الناس إلى آخره. وطبعا الشعب يعرف، كل الذين اقتربوا من نظام الحكم الشعب لا يثق فيهم الآن، والذين ابتعدوا عن نظام الحكم وواجهوا نظام الحكم لأنه لم يعد نظام حكم وإنما تحول لعصابات ابتداء من 92 مش الآن، على الأقل ابتداء 92 الشعب يثق فيهم، جزء من الشعب. صحيح. ففي النهاية من يقرر هو الشعب وليس أنا ولا أنت ولا فلان ولا علان، لكن الناس من حقها أن تبدي آراءها ما دام هذا الرأي في إطار الاحترام، احترام الآراء الأخرى المختلفة من حقها. بل نحن حتى هذو اللي راهم يدافعوا الآن على العصابات قلنا مليح يكون رأيهم موجود، لأن بعضهم راه مش فاهم، ولما تكلم ويتخاطب ويقع نقاش، وعلى قول فرانسيس دي لا ديسكسيون جاي لا لميير أو لا فيريتي، النقاش أحيانا يقرب الناس إلى بعضها البعض عندما تكون صادقة في النقاش. ولكن وحتى نفصله، وهنا راح نجاوبك على سؤال واحد أخر مهم جدا تطرحته، حتى نفصله القوى المرتزقة أو المتنطعة المتطرفة على القوى اللي تكون معتدلة، خاطرش الناس كي يكونوا عندهم موقف، تجد ناس مثلا عندهم موقف معين الآن اللي راهم يدافعوا مثلا على القايد صالح ليسوا سواء، ومن الخطأ المنهجي والسياسي أن نضعهم في نفس القفة، لأننا وهناك أيضا من لديهم مواقف متناقضة مع من القايد صالح بما فيهم سي محمد العربي زيتوت، وهذا ما اللي كتب مؤخرا يعني. لا، يبدو لك متناقض، وانا كنت عارف ان سؤالك جاي لهذه النقطه، ولذلك قلت لك سؤال مهم لانك تعطيني فرصه هنا. قد يبدو للبعض انه متناقض، لكن شوف راه سبقني الاخ سفيان في بعض النقطه او النقطتين وكان موفق فيهما، يعني اذا كنت جيت وقلت هو القايد صالح جاء في خطاباته، كانت خطاباته احيانا يكون فيها مع الشعب، مثلا الخطاب اللي قال المادة 102 والمادة 7 والثامنة باركنا هذا الخطاب، حينما قال أنه مع الشعب ولن يطلق رصاص على الشعب ولن يكون هناك دم وأنه سيحمي الشعب، باركنا هذا الخطاب بلم زيته، يعني ما يعني كثير يبقى على داخل العراق قالوا أنتوا تعطيوا له واحد الكريدي، تعطيوا له واحد ماهيش متاعه، يعني نكمل معليش نكمل لك. شوف بلم زيته، طبعا بلم زيته، لكن حينما واحد يحسن في خط معين وانت تحب تشجعه ان يذهب في هذا الاتجاه، وخاصه انا راك تحاطب معاه، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خاطب زعيم الروم قال الى فلان عظيم الروم. صحيح. كلمه عظيم عند المسلمين هي في الحقيقه لا تقال الا الله سبحانه وتعالى. لماذا استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لأن الرجل يسمى عند قومه بعظيم الروم فسماه عظيم الروم. ولما خاطب زعيم الفرس قال عظيم الفرس، يريد أن ينشئ عملية دبلوماسية، علاقات دولية. حينما تريد أن تنشئ أرضية للتفاهم عليك أن تخاطب الناس بين الطرفين. بين الطرفين يعني أنا نحب نناقش، كنا أعطيك الوقت الكافي. سيد محمد، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أو تقول لي زعيم أمة وكذا، هذا يتفاوض على شيء هو يملكه وهو سيد القوم، هو صاحب القضية يعني. أما يجي رئيس حزب، رئيس حزب أو ناشط وإذا يتكلم من موضع التفاوض فهو يعني وكانه يمارس وصاية على لا هذا على هذا شيء هذا على إذا على كنت شيء على شيء خطير إذا كنت يعني. أنت تقولها وأنت في هذا البلد فهذا لا يستقيم. أنت تعيش في هذا البلد الآن تقريبا 20 سنة وأنت تعرف أن الناس يخرجوا ويتكلموا وكي يتكلم القضية قضيته. نعم. وأنت الآن كراك تتكلم عن الجزائر. نعم. قضية قضيتك. أكيد. ماكش تمارس وصاية وإلا الوصاية تولي المغاربية اللي تمارس في الوصاية. لأن المغاربية عندها خط معين وأنا أتفق مع هذا الخط، وهو الخط أنها تفتح للشعب وأنها إذن يجي واحد يقول لك أنت تمارس وصاية. لا نقول لأي حد يمارس وصاية إذا ما قجاش هو وقال أنا أتكلم باسم الشعب ولا أتكلم باسم الحراك ولا أتكلم باسم الثورة. أنا شخصيا حينما أتكلم تقول نتكلم باسمي الشخصي لأني متأكد أنه يعبر على جزء من الجزائريين. هذا الجزء أنا لا أعرفه كم عدد 5 أو 6 رؤساء أحزاب ولا استعملوا نفس المصطلح. يعني لما يخاطبوا القيد صالح يقولوا له مثلا مصطلحات معينة، يعني إذا لم تفعل ذلك فسنفعل كذا. من حقهم. من أنت؟ من حقه. من أنت يعني من حقه مدام شوف مرة أخرى، مدام ما جاش قال أنا نمثل الشعب، من حقه أن يقول له إحنا موقفنا سيكون كذا. موقف جميل. هو عنده موقف، هو عنده تنظيم، عنده قناة، من حقه من حقه أن يقول، وهو راه في العمل السياسي ورفنا، من حقه أن يقول إذا ما عملتش كذا احنا موقفنا سيكون كذا. الموقف هذا لن يلزم إلا صاحبه ومن يقتنع به. إذا اقتنعوا به عدد كبير الله يبارك، إذا اقتنعوا به عدد قليل الله يبارك. نعم، أنا كنت نحب منك هذا مهم التوضيح. هذا يعطيك الصحة، لأنه الكثير من التعليقات من ناس جادين أيضا طرحتها لكم وطرحتها أيضا بعد الأحزاب الأخرى اللي استعملت نفس الخطاب. وجميل هذا التوضيح. سأعودي لك في نقطة أخرى أيضا نشرك في هذا النقاش سيد كريم طابو المنسق أو منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي. لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث أيضا عن ما كتبته مجلة الجيش في يوم الحراك. في يوم الحراك الملايين من الجزائريين كانوا يصدحون بشعارات تعبر عن إرادة الشعب. كانت هذه الوسيلة الإعلامية اللي أصبحت الناطقة باسم المؤسسة العسكرية أو قيادة المؤسسة العسكرية والقيد صالح تعطي في خطاب الوصاية اللي أنا نحكيه فيه الآن مع ضيوفنا، وتدخل في صميم النقاش السياسي مع أنها خارج هذا النقاش. نتابع هذا التقرير ونسأل ضيوفنا حوله. مرحبا بك سيد كريم طابو، ونتحدث عن هذه المفارقات
مشاهد معينة في 48 ساعة، خطاب لرئيس الدولة، رد من طرف الشارع، قرار من طرف الحكومة أنه تنشئ هيئة لتنظيم الانتخابات، وأيضا افتتاحية لمجلة الجيش الناطقة باسم قيادة الأركان، والقائد صالح تدخل في صميم نقاش سياسي خطيها يعني بالمرة بدل ما يقولوا بالجزائري. كيف ترى هذه المشاهد في هذه 48 ساعة الأخيرة؟ اهلا وسهلا، مساء الخير، صح عيدك سي سليم، صح عيدك سي محمد العربي، كل عام انتم بخير ان شاء الله. هي 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 في الحقيقه هناك سيناريو وسيناريو مضاد. سيناريو السلطه بكل رموزها وبكل اقطابها وبكل مجموعاتها هي التنظيم للعمليه السياسيه من اجل البقاء، وهذا يغطى ب افتتاحية بخطاب وبإجراءات وبكل ما يسمى بحوار، ولكن في آخر المطاف كل هذه المصطلحات تصب في سيناريو واحد وهو البقاء. أما السيناريو المضاد أو السيناريو الثاني هو سيناريو الحراك أو سيناريو الثورة، هو ترحيل العصابة. هذا هو المشكل. المشكل هو أن في العملية في المشهد بأكمله هناك عنصرين. العنصر الأول هو الحراك والثورة التي تريد أن تصنع جزائر جديدة، التي في المخيال العام هي جزائر الحريات، هي جزائر يحكم فيها الشعب، هي جزائر لا تزور فيها الانتخابات، هي الجزائر تكون فيها العدالة مستقلة تخضع للقانون ولا تخضع للأوامر، جزائر كما يراها الجزائريين، على الدول المتطورة، على الدول الديمقراطية التي تمارس فيها الحرية. أما النظام وخاصة التركيب البشرية للذين يعني للسلطة الحالية، ترى السياسة بمفهوم يعني الطاعة الحاكم، وأكثر من هذا الخضوع لأوامر قائد الأركان. قائد الأركان في ثقافته العسكرية، ثقافته الشخصية، عمره ولا عرف وش معناته الحوار السياسي، عمره ولا عرف وش معناته الشعب، عمره ما عرف وش معناته الحريات. هو في كل السيرة الشخصية تاعه هو التزام الأوامر، ثم بين قوسين الاحتجاج إذا يعني اقتضى الأمر أنك تحتج، طبق الأمر ثم احتج. هذه هي العقلية التي يريد أن يختزل بها النقاش السياسي ويختزل إلى انتخابات، لأن عندما يطرح النقاش حول هيئة للانتخابات وتنظيم الانتخابات، كأننا حولنا كل النقاش، كل محتوى النقاش، كل هذه الجزائريين لرافدين لافتات ويعبرون على مطالب عدة، مطالب ثقافية سياسية اجتماعية، ولكن في برنامج سياسي مشترك متفق عليه جميعا وهي تأسيس لجزائر جديدة، يختزل كل هذا، يعني يرمى كل هذا في 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 جهة، وتختزل العملية في الانتخابات والانتخابات. لكن أليست كريم طابو، يعني أليست الانتخابات يعني الشرعية، الانتخابات هي تعطي الشرعية لكل حزب سياسي أو جهة سياسية؟ هناك من يتهمكم بأنكم لا تريدون الانتخابات وتريدون متاهات المراحل الانتقالية وأيضا المجالس التأسيسية مثل ما قالت مجلة الجيش والقائد صالح، لأنكم تخافون من الصندوق، أنتم تخافون من الانتخابات. لا، عندما تكون في الدولة ويخيف الصندوق، أكيد أنها ليست دولة ديمقراطية. الصندوق عندما يخيف، الصندوق من المفروض ما يخوفش. الصندوق في الدولة الديمقراطية هي حفلة وطنية، هي يعني رونديفو يعني لكل المجتمع بكل شرائحه. واليوم احنا عرفنا قبل الحراك ولا قبل الثورة كانت انتخابات، والرئيس الجمهورية تمت جمع 6 ملايين استمارة. وهذا الشعب اللي مضى استمارات لبوتفليقة وعدده 6 ملايين، من المفروض أنه يكون له وجود في الشارع. هذا البرلمان الذي
بين قوسين يسمي نفسه ممثل الشعب، من المفروض أنه يكون له وجود، يكون له قوة، ويكون له صدى، وتكون له مصداقية في الشارع. كل هذه الأمور، وناهيك عن الأمور التقنية للانتخابات، الكل يعلم بأن العملية الانتخابية مزورة منذ بدايتها حتى نهايتها، منذ يعني إعلان أو استدعاء الهيئة الناخبة. هذه الهيئة الناخبة عددها مزيف مزور، إلى عدد مكاتب التصويت عددها مزور، إلى الكيفية التي تجمع بها الاستمارات هي كيفية مزورة، إلى المال الفاسد الذي يدخل بقوة في كل المستويات، ثم إلى تحرير التقارير النهائية والمحاضر النهائية، ثم وصول هذه المحاضر إلى وزارة الداخلية، ثم إعلان عن النتائج وترتيب النتائج في غرفة مغلقة بين وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية والمجلس الدستوري. كل هذا الانتخابات راهي تحدث كل يوم الجمعة. نعم. كل يوم الجمعة هناك انتخابات، هناك استفتاء، والشعب الجزائري يقول بصريح العبارة: انتهت العصابة. كيف ببدوي، كيف بوزير أول، كيف برئيس الدولة مرفوض من طرف كل الهيئة الناخبة يتكلم عن الانتخابات؟ نعم. أظن بأن الذي يخيفه الصندوق الحقيقي هو هذا النظام، هو هذه العصابة التي تريد أن تناور. نعم. تريد أن تقسم الحراك. ممكن جدا كريم. كريم يعني في عجالة. نعم. في عجالة برك يعني حتى نتكمل الفكرة متاعك. ممكن ينحي لك بدوي وينحي أبو شارب وأيضا ينحي بن صالح ويجيب لك ثلاثة آخرين. يعني هل ستمضي في العملية، هل ستصبح العملية الانتخابية يعني صالحة صحيحة؟ المشكل مش في الأشخاص، المشكل مش في بدوي. بدوي كان وزير داخلية، دوكا ولا وزير أول. بن صالح لمدة 20 سنة هو الذي زكى كل قوانين العصابة بما فيها القوانين المرتبطة بقوانين المالية، بقوانين الاستثمار، بقانون المحروقات. كل ما نهب من أموال، من ثروات تحت غطاء القانون، تم التزكية لهذه القوانين من طرف مجلس الأمة المرأس من طرف بن صالح. والكل يعلم بأن بن صالح في 94 كان على رأس الندوة الوطنية الانتقالية. صحيح. المفروض أننا يعني كرسنا مبدأ الانتقال منذ 94، ثم أصبح رئيس المجلس الانتقالي، ثم رئيس مجلس الأمة، وحتى السنوات الأخيرة الماضية في 2011 في سياق ما يسمى بالربيع العربي، تم تنصيب هيئة مسمات هيئة الإصلاحات السياسية، كان مرأسها يعني بن صالح. وكل النتائج وكل هذه السيناريوهات تمت تطبيقها من أجل البقاء. واليوم يستحيل أنك تتصور عملية انتقالية في ظل هذه القوانين، في ظل هذه الأشخاص، في ظل هذه الممارسات. وأكيد أن السيناريو الوحيد للسلطة الحالية هو قيام انتخابات من أجل البقاء. وهذا سأعود إليك كريم. نعم نعم، من أجل تكريس نفس النظام. لكن يبدو بعض المؤشرات تقول أنه بعض الأحزاب، بعض الشخصيات قد يمشوا. لأنه قريت عناوين الصحف اليوم، هناك ما يسمى لو باساج اون فورس لهذه الانتخابات، وهناك تأكيدات بأنه هذا النظام لا يستطيع إلا أن يمضي في هذا المسار، لأنه المسار الآخر انتحار بالنسبة لي، وهو يراهن على طبقة سياسية. سأعود إليك في هذا السؤال وأرجو أن تبقى معي. قبل ذلك أريد أن أخذ تعليق من ضيفي محمد العربي حول قراءتك لافتتاحية الجيش. كيف تفهم هذه العبارات والتهديد والتخوين وإعطاء الانطباع أنه اللي ما يمشيش المسار الدستوري هو خاين لبلاد وعميل يعني في النهاية؟ هذا الجنرال بالماضي اللي هو مدير التوجيه والإعلام في وزارة الدفاع هو أحد أكثر المؤثرين اليوم. نعم. على القايد صالح تأثير سلبي، وأحد الجنرالات كان عندك طرحت لي سؤال مهم قبل قليل وما كملناش فيه النقاش. نعم. لأنه لماذا ما مرات كنا تعاملنا بنوع من يعني من الليونة مع القايد صالح، وحتى ذهبت أنا مذهب اللي فيه انتقدوني فيه بعض الإخوة وأنا متفهم بعض الناس لقضية أن نعطيهم حتى حصانة إذا لزم الأمر.
في الحقيقة لأنه قايد صالح هناك ثلاث توجهات داخل ما يسمى اليوم بالقيادة العسكرية. أنت عارف أول شيء القيادة العسكرية ما تتسم به اليوم أنها مشتتة ومفتتة. البعض راه في السجون، يعني كانوا كبار جنرالات قبل أشهر يعني. البعض راهم هاربين، واحد في فرنسا واحد في إسبانيا، عبد الرزاق الشريف في فرنسا، شنتو في إسبانيا إلى آخره. البعض راهم بعثوهم روتريت وراهم خايفين يقدروا يعتقلوهم في أي وقت، والبعض راهم في السلطة ولكن هم أيضا خايفين. ولكن هنا اللي راهم في السلطة اليوم كان حوالي 20 جنرال حول قايد صالح. فيه جهة على يساره قول ولا على يمينه متطرفة جدا، وكانت عندها حتى الخطة باء اللي هي خطة القمع. وفيه جهة جنرالات آخرين من الجانب الثاني اللي يروا باللي خلاص باللي الشعب انتفض ومن الأحسن أن نجد حلول خير من اللي أن نخرجوا للقمع وتروح للبلاد تغرق كما غرقت في التسعينات أو كما رأي غارقة الآن ليبيا وسوريا، أو ينتصر علينا الشعب وتكون رؤوسنا مقطعة في الساحات العامة. فهذا الجانب هذا المعتدل احنا كنا نساعد في هذا الجانب المعتدل، لأنه عندما يسمعوا خطاب فيه اعتدال وفيه نوع من الحصانة وفيه حتى هذا يشجعهم ويقويهم في مواجهة الدمويين اللي موجودين مع القايد صالح. للأسف الآن التيار الدموي راهو أقرب إلى السيطرة على القرار بكل ألم أقولها. لكن الحراك الشعبي لا يدخل في هذه التفاصيل، لا يدخل في هذه النقاشات، ولا ينقل لديبا يعني داخل تركيبة البشرية لمتخذ القرار داخل المؤسسة العسكرية. هو يتحدث عن القايد صالح، عن من يتخذ القرار اون بلوك. يعني الدخول ربما في هذه التفصيلات قد يعطي واحدة تبريرات للقايد صالح، ليس كذلك؟ لا لا لا، ما يعطيلوش تبريرات. لا، هذا شوف، كاين الشعب وكاين نخب الشعب. اكيد. والناس اللي الشعب يراهم انهم يعبرون عن رايه ويمثلون رايه، يعني كاين مجموعه من الاشخاص بكل تاكيد تعرفهم. اكيد اكيد. يمثلوا في مجموعهم قد يمثلون الشعب، وكل واحد منهم يمثل جزء من الشعب مثلا، وما زال يخرجوا، لانه الحراك راهو يخرج في نخبه ما كناش نعرفوها. بالضبط. نعم. بالضبط. لا بالعكس، ان شاء الله تتحرر الجزائر وتشوف، سترى وجوه وعقول نواب اروع ما فعلا. يكون اذا فالشعب في عمومه متفق على رحيل العصابه ومصر على رحيل العصابه وثابت وصابر على رحيل العصابه. وشفنا رمضان، يعني الناس في رمضان الحر الناس تخرج، في الصيف الان الناس كي تخرج في تمر راس ولا في ورقله ولا في بسكره راهي فوق 40 درجه، ولا في اضرار بشار غردايه راهي فوق 40 درجه، والناس ستخرج وراهي ثابته على هذا الموقف. لكن احنا لما ندخلوا في هذه التفاصيل حتى نساعد الناس باش تفهم ما هو واقع وخلفيات الصراع، لان فيه صراع، فيه امور كثيره. يعني انا مرات ما نحبش نتعقد فيها باش ما تتعقدش للناس، لكن انا حاولت نشيماتيز، يعني حاولت نعمل بالقليل، يعني او نشرح بالقليل. اذا اللي حبيت نقوله هنا في النقطه هذه اللي هي اللي يهمنا في الموضوع هذا، احنا الهدف نتاعنا ماذا بينا هاد الجنرالات ان نسحبوهم يكونوا هما مع الشعب. هذا كنا نصوره، هذا لون انجينيرينج، يعني هذه الهندسة السياسية، أن نسحب أكبر عدد من الجنرالات يكونوا مع الشعب. لأننا في نهاية المطاف الجيش جيشنا والجنرالات خاوتنا والبلاد بلادنا وهما، وإحنا نريد السلم. إحنا في نهاية المطاف، إحنا الآن حينما نواجههم مرات بخطاب خشن، لأن ما تفضلت به على في سؤالك باش نرد لك عليه، لأن مجلة الجيش هذا بالماضي الجنرال الماضي يريد أن يفرض رأيه على الشعب الجزائري، بينما أنا الآن وأنا أتحدث معك نقدر نقول لك باللي اللي يعرفوا هذا الجنرال بالماضي ممكن ما يفوتوش 100 شخص أو 200 شخص، ونتحدى له كان يعرف أكثر من 1000 شخص. معناها ما يعرفوش الناس، معناها في الخلف، لأنه وصل دار لي قالون تاع الجنرال يصبح هو بدون مسؤولية، ما عندوش مسؤولية يواجه الشعب يفرض رأيه على الناس، ويفرض رأيه على قايد صالح اللي هو مستوى محدود وفهمه محدود، ويجي يعاود لنا الخطاب نتاع هو في كوكب وحنا في كوكب. هذه راح ناخذها، كل الكلام ناخذه اوكونديسيونيل، خذوا انت كلمة، لأنه المعطيات الاخرى تقول انه كل هذه الجنرالات او اللي طلعوا هذول راهم حتى في مجال الجيش، هناك ثاني غجاتي، هناك اسماء، نعم،
يعني هم مأمورون من طرف القيد صالح والقيادة الحاكمة. يعني شوف، أنا لا أريد فقط أن ندخل في التبريرات. لا لا لا، كيفاش تبريرات؟ لا لا لا، كيفاش تبرير؟ مسؤوليته قدام الشعب. لا، كيفاش تبرير؟ طبعا كيفاش تبرير؟ هو راه يقوم، هو راه استولى على سلطة ليست من حقه. جميل، كيفاش تقول لي تبرير؟ يعطيك الصحة. هو الآن راه يمارس في سلطة الرئيس الدولة الفعلي، وهذا ليس من حقه. جميل، هو فقط نائب وزير دفاع وقائد أركان في نظام في نظام مرفوع شعبيا، يعني في نظام مرفوع شعبيا. والمفروض وبعدين وراه وزير الدفاع، ما هو النائب نتاعه وراه وزير الدفاع. نحن عارفين بن صالح مش وزير دفاع، إذا وراه وزير الدفاع اللي هو نائب نتاعه. المفروض هذه الوظيفة تاع وزير الدفاع تكون سقطت مع سقوط وزير الدفاع اللي كان هو الشخص المحنط اللي دايرين وزير دفاع، هو ما كانش يقدر يلبس صباطه. إذا لا، المسؤولية كاملة. كيفاش؟ بالعكس، إنما هذا الشرح هو لكي الناس تفهم أن حتى في وسط الجنرالات كاين خلافات وكاين صراعات. وكاين احنا هدفنا نقوّ الجناح المعتدل فيهم ونضيق الخناق على الجناح المتنطع والمتطرف اللي رحب يدي البلاد للهاوية. لكن الجنرالات مكانهم الثكنة وليس جميل. السياسة جميل. اللي يحب يدير السياسة ينحي البدلة ويتفضل، لا يدير البزنس، لا تجارة، لا بزنس، لا اقتصاد، لا سياسة. إذا كان في منصب عسكري واللي في منصب سياسي ما يدير لا بزنس لا اقتصاد لا تجارة لا شيء. منصب سياسي خير، ما تقعدش تدير السياسة والبزنس، ما تمشيش. صحيح. ولا العسكر والبزنس ولا العسكر والسياسة، ما تمشيش. هذا هو اللي لازم نمضي فيه. وفي هذا يعني تبع للحديث نتاعك أيضا، هذه المجلة والقايد صالح أيضا خرجوا علينا في الأسبوع الماضي بقضية الحوار، والحوار توافقي. نريد بعض التفصيلات منك ومن كريم طابو حول قضية هذا الحوار والطامعين في من يشاركهم هذا الحوار. سيدنا الأعزاء، قضية الحوار هذه أيضا أثارت الجدل وأيضا مخاوف من اختراقات للطبقة السياسية وليس للحراك الشعبي، لأنه ظهر أن الحراك الشعبي صعب اختراقه نتابع. إذن حوار شامل، توافق، مصطلحات رددها القيد صالح، رددها بن صالح، ورددها مجلة الجيش. قبل أن نذهب إلى كريم طابو، كنت طلبت نقطة نظام ولا طلبت إضافة كلمة؟ فقط باش نقول أخونا كريم والمستمعين مرة أخرى صحة عيدك وكل عام وأنت بخير، أنت ومن حولك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، يعني مازلنا في أيام العيد. كريم طابو، ماذا يعني القيد صالح؟ ماذا يعني بن صالح؟ ماذا تعني مجلة الجيش بالحوار الشامل وأيضا التوافقي، ومع من؟ كيف تفهمون أنتم هذا الخطاب؟ هي هذا الخطاب الذي يتطور ثم ينزل، ثم هذا الأسلوب يبين بأن
نية استعمال هذه المصطلحات هي نية المناورة السياسية أكثر منها من نية حسنة لفتح قنوات الحوار الحقيقية. عندما ترى ممارسات يعني الميدانية، عندما تغلق العاصمة، عندما تعطى أوامر لكل المؤسسات الإعلامية الموجودة في الوطن، وعندما تؤمر العدالة، ويعني تصبح العدالة أداة في أيدي مجموعة أو طرف من العصابة الذي يوظفها كما يشاء، عندما يصبح الإعلام وتصبح العدالة وتصبح الحريات مغلوق عليها، يستحيل أنك تتكلم على حوار انتخابات. الركيزة الأساسية لحوار ما أو لانتخابات هو ممارسة الحريات. يستحيل أنك تسمي ما يحدث في الميدان أنه نية حوار، بل هي محاولة. وأنا أرى بأن هذه المصطلحات تأتي في توقيتات زمنية معينة، هي أكثر منها تكتيكية مما هي يعني مصطلحات سياسية مبنية على نية صادقة. الدليل قضية الانتخابات وقضية إعادة استدعاء الهيئة الناخبة، التوقيت هو مرهون بمدى انقسام الحراك. السلطة اليوم تعمل بكل الآليات، بكل الوسائل لتقسيم الحراك. عندما ترى أنها حققت شيئا ما من هذا الهدف، قد تستدعي الهيئة الناخبة على أساس أن تقسيم الحراك هو هدف من الأهداف المسطرة، ويكون التتويج هي الانتخابات. هذه هي الخطة الخبيثة التي تعمل بها هذه السلطة. هذه السلطة تريد أن تحرض، أن تقلق الناس، أنها تعطي الانطباع بأن لا حل غير الحلول التي تفرضها العصابة، وتريد أن تختزل الأزمة السياسية التي تطرح في نفس الوقت أزمة الحريات، أزمة الحقوق، أزمة الشفافية في الانتخابات، أزمة تسيير الانتخابات، أزمة محاسبة الفساد ومحاربة الفساد. كل هذه الأمور تختزلها في عملية تقنية وفي إجراء دستوري بين قوسين قانوني، كأننا نحن في حالة طبيعية. نحن عندنا دستور والرئيس ما كانش الرئيس، نديروا انتخابات في إطار الدستور مع الإدارة الحالية، كأننا في حالة طبيعية. لأن في عقلية النظام وخاصة القائد الأركان، ما زالت بعد 16 جمعة لم يصل إلى درجة قبول أن هناك حراك. ما زالت في رأس القائد يرى بأن الحراك هي مناورة من طرف جهة معينة داخل السلطة. قايد صالح يرى بأن هذه ثورة ليست ثورة، يرى بأن هذا الشعب ليس شعب، يرى بأن الحراك هو عملية مدبرة من طرف معين داخل العصابة، ويريد أن يجعل بهذا الحراك لا حدث، يناور لتكسير هذا الحراك، لإضعاف هذا الحراك، ولخلق الظروف التي قد تحدث تناقضات بين، وهذا التحريض موجود يوميا. نعم. عندما يقال لمناطق الشرق الوطن، ونحن خاوة بشرقها بغربها بقبائلها بمذابها بشلحها بتوارقها بعربها، ولكن عندما أبواق وعندما الإعلام يحرض في جهتين، من جهة يحرض ضد منطقة، وكنا لمدة شهر عملية تحريضية مدبرة مدروسة، يعني تقودها الوسائل الإعلام بكل يعني مخطط جهنمي، مخطط ضد الوطن تقوده هذه العصابة. ومن جهة أخرى هناك تحريض آخر موجه خاصة لولاية الشرق، ويقال لهم أن هذه المحطة، هذه التاريخ هي مناسبة لاسترجاع الحكم الذي كان، وهذا الوتر، هناك ناس كثيرين يلعبون على هذا الوتر. يقال للناس أن كان النظام هو من جهة الغرب من تلمسان، واليوم نحن أمام مناسبة تاريخية لاسترجاع
الحكم ليرجع الى جهه الشرق. وسمعنا ناس اتت الى البريد المركزي وتقول الكايد شاوي ارغاز مثلا. نحن نعرف بان الاحرار في بيتنا في قلمة في خشلة في سوق راس في برج بوعراريج في سطي في القالة في 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 عنابة في كل المدن الشرقية او الغربية منها او الجنوبية والشمالية. هي بينت لاول مرة بان الشعب متمسك، الشعب يعني واحد خوا خوا وما كانش واحد يقدر. ومع ذلك حتى ابقى في كريم، حتى ابقى في قضية هذا الحوار. ومع ذلك ومن خلال تعليقات بعض رؤساء الأحزاب وقياداتهم أيضا، أقصد قيادات الأحزاب المعارضة يعني والمساندة للحراك، هناك هجوم كبير على بدوي، على بن صالح، لكن لا يوجد كلام ضد قايد صالح. وهناك إشارات على ممكن قبول مبدأ النقاش المفتوح والندوة. كيف تنظرون موقف أو لهذه الخارطة السياسية وتعاملها مع ما يطرحه قايد صالح؟ كأن هذه الأحزاب تريد أن تجعل بالأشخاص، والنظام مستعد أنه يضحي بالأشخاص، يضحي ببدوي وقد يضحي بابن صالح. كأن هذه الأحزاب المتواطئة، وأنا كنت أنبه لهذا الشيء منذ البداية، أنها تريد أن تعطى لها فرصة لخداع الحراك، لا تريد أن تقوم ب يعني بخطوة إلى الأمام لمساندتها للعصابة أو للنظام، بل تطلب من القايد والذين يعني في يدهم الحكم في المرحلة الحالية أنها تعطى لها المسببات، تعطى لها الذريعة، تعطى لها الحجة بأنها تدخل في عملية سياسية، وكأنها ترى تتصور أنها السياسة هي فن الانتقام. هناك أطراف بين قوسين في أحزاب تسمي بنفسها أحزاب معارضة، فكرها السياسي مبني على جهوية التفكير وعلى عقلية الانتقام من طرف على حساب طرف آخر. إذن هذه العقلية، هذه الأحزاب منذ البداية لم تستطع أن تؤثر على الحراك، وأكيد أن هذه الأحزاب عندما تقوم بالكونتابيليتي يعني المحاسبة الأفاق المستقبلية، ترى بأن مستقبلها في النظام أكثر مما عندها مستقبل في الحراك. جميل، أشكرك جزيل الشكر سيد كريم طابو، منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. أستاذ محمد زيتوت، يعني الحوار الشامل، الحوار مع كل الأطراف بدون إقصاء، مصطلحات جميلة. يعني لماذا تخيف الحراك؟ لماذا تخيف بعض رموز المعارضة؟ لا، شوف، هو كاين نقطة كنا نتكلم عليها الأخ سفيان من قبل، هي قضية، هي في الحقيقة ماهوش حوار، هو تفاوض، ولكن تلطيفا للأجواء وبدبلوماسية شوية نقولوا الحوار. والحوار هو ما بين الشعب، ممثلي الشعب، وما بين الجنرالات، لأن الحاكم الحقيقي بن صالح وبدوي هذو راهم واجهة مدنية وسيدي فيزيبل، يعني مرة ينحيوهم يعني. ولذلك أنا دائما نقول للناس لما تكلموا على بدوي وبن صالح مليح تذكروهم على أساس أنهم جزء من العصابة ومشاركين. يعني بدوي كان قال لك 6 ملايين شخص وقع البوتفليقة، أنا تحديته مرة قلت له خرجنا 1 في 1000، معنا خرجنا 6000 من 6 ملايين، صحيح. بل 60 واحد ما يقدرش يخرجوه من 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 اللي 6 ملايين اللي قالها، لأنه كله كذب يعني. لكن دائما كنت يعني نقول للناس ما بالك تحبسوا في بدوي بن صالح، لأنه يقدر ينحلك بدوي بن صالح ويجيب لك واحد آخر. السؤال أنت مهم طرحته من قبل. في الحقيقة بدوي بن صالح باعتبارهم تمثيل للواجهة للجماعة الحاكمة. الجماعة الحاكمة هي، شوف، ما نكذبوش على أرواحنا، من 62 كبار الضباط هما اللي سيطروا على البلاد، وهما اللي بالنسبة لي فهمهم، حتى قالها بوتفليقة مرة، قال ماشي الشعب الجزائري اللي دار الثورة، نخبة هي اللي دارت الثورة. هما في عقليتهم أنهم هما النخبة اللي داروا الثورة، هذا مش صحيح، لأن الشعب فعلا الشعب الجزائري دار الثورة، واللي ما دارهاش مباشرة تحمل المصايب نتاع نتاع نتاعها ونتاع الاستعمار الفرنسي يعني، لأن الثورات ماهيش حاجة بسيطة، صحيح.
يعني الشعب اللي كان ملايين كانوا في الحجز وكانوا في اللم. لكن النظرة نتاعهم هي نظرة دونية فيها استصغار للشعب الجزائري، وهذا العقلية اللي هي عقلية الضباط في الستينات كانوا عقداء وفي التسعينات أصبحوا جنرالات، تقول في مفهومها لنوندي بأن الجزائر نتاعهم. حتى تشوف مانيش عارف لا درت انت الخدمة العسكرية ولا لا، أنا لما دخلت الخدمة العسكرية فاجأني شيء في الموضوع، هو أن النظرة نتاع العسكريين للسيفيل هي نظرة أسوأ من نتاع الأمريكيين البيض للسود قبل قرن، أو أسوأ من هي نظرة داخل الجزائرنا غير بالتأكيد. صحيح، يقول لك السيفيل، يقول لك ما تحسب روحك راك مازلت في السيفيل. السيفيل هو حاجة طايحة، هو حاجة ما تسواش، هو مش منظم، هو فوضى، هو كذا هو كذا. ففيه احتقار، فيه تشكيل الذهنية للعسكري، تشكل ذهنيته على كراهية المدني. من هو هذا المدني؟ هو أخوه وباباه ويماه واخته وخاله، هو كان مدني ممكن اللي جاي لفترة صغيرة فقط، لكن يشكلون هذه النظرة. الغريب اللي زاد فاجأني أكثر أنه اللي كانوا مرات يقولوها كانوا ديزاسبيرو، معناها كما أنا كما هما، معناها هما سبقوني بست شهور ولا ثمان شهور. هو 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 مرشح يعني سوليت نون لاسبيرو، ونظرته دخلوا له في عقله أن السيفيل كسول فنيان ما يعرفش إلى آخره. فهذه العقلية سائدة عند كبار الجنرالات، وكسرته لما واحد يوصل 80 سنة 75 سنة يصبح يرى شاب هذا قاصر مش فاهم. قايد صالح يقول لك باللي الحراك مؤامرة دارها التوفيق، بالنسبة ليه الناس اللي خرجوا مغرر بهم ومشكلة بالنسبة ليه، يعني أحد اللي مثلوه ويتكلموا باسمه يقول على الشعب الجزائري نساء ورجال، يقول لك الجواري والغلمان. وانت راك شايف الخطاب الآن، الخطاب الآن زوافي زوافي زوافي. حتى نكتب لي واحد قال لي ولا الدبلوماسي تاع الزواف، قلت له ذكرتني قبل 20 سنة كتبت جريدة الوطن بعد لقاء مع الهاشمي الشريف في الجزيرة تجاه المعاكس، كتبت له ديبلومات دي جية، الآن راني له ديبلومات دي زواف. قلت له شوف أنا ذاك كانوا كاذبون، لأني كنت ندافع على الإسلاميين لأنهم كانوا مشيطنين، كانوا مضطهدين ومشيطنينهم. فجماعة اللي كانوا ينظروا لقتل الإسلاميين ما عجبهمش، فتهموني بأني ديبلومات دي جية. الآن يحبوا يشيطنوا منطقة القبائل ويعتبروها زواف وخوانة وفرنسا، والآن ما يعجبهمش أني ندافع أنا على وحدة الوطن. قبل ما ندافع القبائل ندافع على وحدة الوطن، والقبائل خاوتنا والجزائر رفعوها الأسبوع هذا، رفعوها في قالمة بركونا من الفتنة القبائل خاوتنا، ورفعت في الجلفة من قبل لما راحوا أنت تعرف بعض السفهاء راحوا هناك باش يحرضوا، وكانوا يظنوا بلي ولاد نايل يقدروا يدخلوا في لعبة الصدام والصراع وكسر البلاد. ولاد نايل من أكثر الناس دفاعا عن الحر عن الوحدة مثلهم مثل القبائل، ولن نقبل بشيطنة المنطقة نتاع القبائل ولو على رقابنا كما ما قبلناش من قبل، ودفعت أنا فيها ثمن غالي ولكني سعيد به، شيطنة الإسلاميين لأنهم فقط فازوا في الانتخابات. طيب سعود إليك في محورين آخرين سيد محمد العربي. قبل ذلك أريد أن أسمع من السيد طاهر بالأخضر القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ورحب بك السيد طاهر بالأخضر أنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. يعني بين هذاك الزخم اللي كان فيه حراك الجمعة 16/10 هناك هذا الطرح للحوار من طرف القايد صالح وابن صالح، وأيضا قضية الانتخابات وهيئة تنظيم الانتخابات، وما طرحته أيضا مجلة الجيش، كيف تبدو لكم هذه المشاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك وأحيي ضيفك الكرام الأخ العربي الأخ كريم طابو وجيل سفيان وغيره من الضيوف. أولا بداية أقول إن الذي يدعو إليه من صالح ويسميه حوار ليس حوارا، لأن الحوار في أبسط تعريف له هو متبادل آراء بين طرفين أو مجموعة أطراف حول قضية محددة للوصول إلى موقف مشترك، وليس هذا هو هدف بن صالح. بن صالح يدعو لنا إلى الإدعان، وفرق بين الحوار والإدعان. وضع خطة أو وضعت له خطة ثم جاء يدعو الناس لمناقشة كيفية تطبيقها. لذلك نحن أمام دعوة للإدعان وليس للحوار، يريد للحراك الشعبي وللشعب الجزائري أن يدعينا لإرادة السلطة في الذهاب إلى انتخابات رئاسية، بينما الشعب يطالب بمرحلة انتقالية. هذا واحد.
الأمر الثاني الذي لفت انتباهي في كلمة بن صالح وهو خطير جدا، وهو أنك تشتم منها أن الرجل ركز على الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية أكثر مما تكلم عن الحراك أو تجاهل الحراك تماما. صحيح. وفي هذا نية مبيتة للالتفات حول الحراك وتقديم الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية كبديل عن الحراك، وهنا الخطر. أنا أقول أن الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية يجب أن تكون مرافقة للحراك، مكملة لعمل الحراك، لكن أن تكون بديلا عنه فهذا مرفوض أبدا، لا يمكن السماح به، لأن في هذا التفاف على المطلب الشعبي ومغامرة بالحركة التي يقوم بها الشعب الجزائري. أما عن كلامه عن الانتخابات فكيف يمكن أن نتكلم عن التفاصيل ونحن مختلفون في الأصل؟ إذا كان الأصل المختلفين فيها الشعب يريد مرحلة انتقالية وهو يريد انتخابات رئاسية، فكيف الحديث عن هذه الانتخابات؟ إذا العملية مفارقة كبيرة بين لماذا ترفضون الانتخابات؟ ما هو يقول لك كيف ترفضون الانتخابات وراح ننظم له الشفافية نتاعها والرئيس الشرعي هو اللي يبدا الإصلاحات ويدير مرحلة انتقالية؟ لماذا هم يقولوا لماذا تخشون الانتخابات؟ يا أخي أنا أعتقد أن الحراك هو الذي يرفض، لست أنا ولا غيري، الحراك هو الذي يرفض وهو محق في ذلك. أعطيك مثالا بسيطا أخي الكريم. نعم. في سنة 1995 نظمت انتخابات رئاسية بإشراف السلطة، وكان مرشح النفائس فيها هو مرشح السلطة. سنة 99 نظمت انتخابات تعددية أيضا، وتنافس المتنافسون وانتخب الناخبون وكان الفائز هو مرشح السلطة بوتفليقة، وتوالت التجربة عدة مرات، لذلك السلطة تحرص على هذه التجربة المضمونة النتائج والتي مشكوك فيها من قبل الحراك الشعبي. لماذا هم، السؤال يطرح عليهم هم، لماذا يرفضون مطلب الحراك بتنظيم انتخاب مرحلة انتقالية تحت إشراف شخصيات مستقلة من الحركة الوطنية، من الشخصيات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية؟ لماذا يتخوفون من المرحلة الانتقالية؟ لأن المرحلة الانتقالية هي الضامن لوصول انتخابات لوصول انتخاب تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. أما بدون مرحلة انتقالية فالأمر محسوم لصالح السلطة. نعم. قضية يقولون أنه مرحلة انتقالية ربما قد تفضي إلى متاهات، وهم سموها متاهات المراحل الانتقالية. لماذا يشيطنون هذه المرحلة؟ يعني لو لمحاولة فهم وضعيتهم يعني. ببساطة أخي كريم، لأن المرحلة الانتقالية ليست لصالحهم، لا تذهب إلى متاهات، لأن المرحلة الانتقالية محددة بأهداف. مرحلة انتقالية يتم فيها التوافق على شخصية أو شخصيات وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل حكومة تصريف أعمال لمدة أقصاها 6 أشهر، ثم تجري الانتخابات بإشراف شخصيات وطنية مستقلة. ليست هناك أي إشكالية في المرحلة الانتقالية، بل هي أقصر الطرق لتحقيق الهدف. نعم. أشكرك جزيل الشكر القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيد الطاهر بالأخضر على هذه المشاركة. كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. لا أريد أن أجدك أيضا، وأنا أعرف أنه عندك متاعب صحية، نحاول كل مرة فقط نجيبوك نأخذ منك 5-6 دقائق لأنه تهمنا كثير الآراء متاعك أو والآراء أيضا متاع مجموعة قيادات داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ربما لا تجد مكانا في الإعلام الجزائري سواء الرسمي أو شبه الرسمي. أشكرك مرة أخرى سي طاهر بالأخضر. التقرير اللي جاي مشاهدينا الأعزاء يعطي مشهد آخر ربما قد يوحي أنه ما عندوش علاقة بالحراك. هذه الفيضانات اللي كانت في إليزي وجنات الضحايا بالآلاف، صحيح أنه الجنود مساكن قاموا بالواجب، جماعة الحماية المدنية، لكن في الأصل أنه أظهرت هذه الفيضانات لماذا خرجوا الناس للشارع في 22 فبراير؟ نتائج الفساد المالي والإداري اللي كان على مر سنوات يظهر دائما في هذه الكوارث الطبيعية، ومش كارثة طبيعية. لو كنا نشوف الكوارث اللي راي في أمريكا ولا في اليابان ربما تكون تمحات هذه إليزي من القرد، هي أمطار وبعض فيضانات تكشف فعلا فظاعة سوء التسيير، وأيضا تكشف غياب المسؤولين تماما
عن المشهد، عدا مثل ما قلت حتى لأنه هناك صور لأفراد من الجيش يساعدوا في والحماية يساعدوا في المواطنين، لكن ماذا لو كانت تسيير ولو كانت البلوعات موجودة؟ ماذا لو كان الأرصفة موجودة؟ ماذا لو كانت الوديان اللي راهي على محيطة بالمساكن العمرانية مدروسة كما راهي في كل الدول المتقدمة؟ هل كانت قطرات من الأمطار حتى ولو كانت غزيرة لازم تجيب لنا دائما ضحايا، سواء ضحايا يعني في الأرواح أو ضحايا وخسائر مادية؟ نتابع هذا التقرير. ما تعليقك محمد عربي؟ يعني أهلنا في جانات في كل ولاية إليزي، يعني مأساة حقيقية. الفيديوهات اللي وصلت، الصور اللي وصلت، وأعطت أيضا إجابات عن أنه الشعب الجزائري ما خرج لأنه الفساد بلغ ربما خاصة في المدن الداخلية والصحراوية بلغ مداه، ليس كذلك؟ بلغ بحور من الفساد وخلقت مصايب ليس لها حدود. يعني أنا لما شفت الصور قبل يومين بدأت القضية، ولم تظهر إلا أمس شوية في بعض المواقع إلى آخره. شوف، هذا أهلنا في الصحراء، وأنا في الأصل من الصحراء، أعظم نعمة هو الماء، هو سقوط المطر. لما يسقط المطر تشعر الناس بنعيم، تشعر الناس يتبدل الجو، الأغنام تلقى العلف، الناس تشعر بالراحة، لأن الصحراء مش سهلة الحياة فيها. لكن شوف، هاي النعمة ولات نقمة. هاي اللي شيء كانوا يفرحوا من أجلها يحزنوا الآن من أجلها. الناس كان اللي غرقوا، غرقت أملاكهم، غرقت أملاك مساكين بسطاء. وانت ذكرت قلت الجنود راحوا يعاونوهم، بارك الله فيهم، والناس حتى الضباط اللي خذوا المبادرة باش يساعدوا يعني. لكن ومواطنين أيضا. نعم، ومواطنين. نعم. تعرف أن الجنود اللي عايشين في الصحراء يعيشون في الجحيم هم أيضا. ومظلومين ظلم عظيم، إلى درجة أنه كيجوا يعاقبوا واحد يقولوا نبعثك للصحراء. يعني العقلية اللي راهي سايدة اليوم في الشمال عند هذا المسؤولين وليسوا مسؤولين، كيجوا واحد باش يعاقبوه سواء في المدني ولا في العسكري، نبعثك للصحراء. يعني وكان الصحراء هذه اللي هي مصدر الخيرات، هي مصدر نعيم تاع الجزائر كلها، واللي فيها خيرات عظيمة لو كانت عندنا عقول راشدة وعقول حكيمة لإدارة البلاد، الصحراء هذه تولي خير من كاليفورنيا. لأن النبت نتاعها والماء اللي فيها مياه تكفي لستة آلاف سنة بالاستهلاك الحالي في الصحراء. يعني لا نبضوا هذيك اللي هناك شيء من أروع ما يكون. وفي دول الآن ممكن الجزائر راهي مقصودة من بين الأشياء هو على المياه اللي مو فيها، يعني مش فقط على المعادن والذهب إلى آخره. إذن للأسف هذا يظهر مرة واحدة أخرى قضية البريكولاج اللي سائد، قضية النهب في المشاريع، قضية الفو هذا أنتربرونور اللي هما في الغالب بتاع مسؤولين وابنائهم ونسابهم إلى آخره،
واللي زونتربرونور الحقيقيين تم تضييق عليهم، تم قتلهم، يتم اخذ اموالهم، ما تدفع الرشوه ولا ما تدي الشيك نتاعك الى اخره الى اخره. ها هو علاش انتفض الشعب الجزائري، مش ما انتفضش فقط على بوتفليقه كبوتفليقه، على منظومه الفساد، صحيح، المنظومه ككل. نسمع من يعني من شخصيه من ابناء الصحراء، يعني معي عبر الهاتف السيد عبد الرحمن هنانو رئيس حزب الجزائر العدالة والتنمية. سيد عبد الرحمن، يعني فظيع الذي حدث في جارة إليزي وقبله أيضا في الكثير، حصلت في غردايا، حصلت في 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 أيضا في ورقلة، وكل مرة في أدرار، وكل مرة تكون هناك كوارث في الصحراء يكون الألم مضاعف، لأنه هي مصدر الخيرات لكن هي أيضا يعني مقر للفساد الإداري والفساد المحلي والفساد الرسمي، أليس كذلك؟ لكن هي أيضا نعم. أسمعني على التليفون عبد الرحمن. نعم. ألو. نعم. تفضل عبد الرحمن. نعم، أنا أسمع فيك سيد الكريم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك جميعا، وعيد مبارك كل الجزائريين، وأحيي من خلالك سيد محمد عربي زيتوت الحاضر معك في البلاتو. وصراحة أنا أبدأها بكلمة، يعني أنا فعلا من الصحراء الكراوسية، وعشت وولدت في عام يقال له عام النكبة، يعني بالأساس بمعنى أن النكبات هي نتاج يعني أنظمة ونتاج أوضاع اجتماعية واقتصادية متكررة ومتواصلة ومستمرة منذ زمان بعيد يعني. وبالتالي أعتقد أن ما وقع في جانيت، وهي إحدى الدوائر التابعة إقليميا، أقول إقليميا وإداريا فقط تابعة لولاية إليزي، وتبعد عنها بمسافة 412 كيلومتر، يعني تصور يعني ما بين دائرة يعني وولاية ومقر الولاية مسافة هي نفسها أو أكثر من المسافة ما بين الأغواط والعاصمة وما بين بسكرة والعاصمة. يعني هذه العزلة التي تعيشها جانيت وغيرها من مدن الجنوبية هي أساس النكبة يعني في الحقيقة، والعزلة المفروضة على أبناء الجنوب ومفروضة فيما بينهم، حتى أن التفرقة ما بين العائلات والمجتمع الجنوبي هي أساسا مفتعلة، لأن هذه المنطقة هي من أغنى المناطق في 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 منطقة إفريقيا ككل وفي العالم أيضا، ولكنها تعيش دائما المأساة تلو المأساة. ربما أنا تابعت مسألة ما يجري في جانيت وغيرها وامتدادها حتى ليبيا، يعني حتى منطقة غاز، وكلها منطقة جنوبية يعني منكوبة. وربما قد قال لي أحد سكان جانيت في الهاتف ومن خلال متابعتي إلى هذا الموضوع، قال لي ربما كان هناك نوع من المبالغة، ربما أن منطقة جانيت الجديدة أو جانيت المدينة الجديدة لم تصب يعني لم تصب بنكبة، ولكن المنطقة التي تضررت كثيرا هي منطقة معروفة من أغوم إلى عين بربر، وهي عين بربر أو بربر، وهي منطقة ربما حتى أنها عالية نوعا ما وليست منخفضة حتى تصب، ومع ذلك تضرر سكانها لأنهم يسكنون في أماكن قديمة وعتيقة. هذا الموضوع هذا الموضوع عبد الرحمن أعاد إثارة قضايا الفساد والفساد المحلي اللي هو مجموع كنت جمعه تلقاه الفساد الكلي اللي كان في الجزائر ومزاد. تحدثت أنت عن أيضا الفساد الإداري وقضية الكوارث في هذه النقطة بالذات، ما هي الإضافة والمعاينات خاصة في الجنوب، يعني معاناة الجنوب من هذا الفساد الإداري؟ شوف سي سليم، انا عندما اتحدث عن الفساد في الجنوب هو تحصيل حاصل، يعني اصبح الان
امر يعني مللنا الحديث عنه لانه مستمر ومكرس ومقنن حتى ان نعم. وبالتالي اي حديث الان عن الفساد في الفساد الاداري في الجنوب هو كاننا نتحدث عن في تفسير الماء بالماء. الفساد اصبح شيء عادي جدا ومحتاج في الجنوب وفي غير الجنوب. صحيح. بمعنى ان خروجنا في 22 فبراير الماضي لم يكن من اجل كما قال الاستاذ زيدوت في الاسقاط، يعني لم نخرج من اجل فقط اسقاط او اسقاط بوتفليقه وعصابته، ولكن كان الهدف الاساس هو الانقلاب على اوضاع، الانقلاب على منظومه كامله، الانقلاب على اساليب تسيير بلد بحجم قاره، هو انقلاب شعبي سلمي مشروع على 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 عصابات مافيويه استمرت تحكم الجزائر اكثر من 60 سنه، وهذا هو الاساس من كل هذا. بمعنى ان الحديث عن جانيت او عن غير جانيت او حتى عن نكبه 70 او نكبه 69 في التي ولدت فيها هي امتداد لهذا، يعني فقط يعني هي مؤسسه لمثل هذا الخراب الذي يعني تعيشه الجزائر بسبب فشل كل السياسات التنمويه والاقتصاديه التي لم تعرفها للاسف الجزائر منذ قبل ربما حتى يعني حتى اقول استعاده السياده ولو جزئيا. نعم. على الجزائر، يعني هذا هو صحيح. الاساس الذي نتحدث عنه. صحيح. انا اشكرك جزيل الشكر. نعم. سيد عبد الرحمن هنانو ابن الجنوب ورئيس حزب الجزائر للعدالة والبناء على هذه المشاركة، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر ومن الجنوب الجزائري بالتحديد. نختم مشاهدينا الأعزاء هذه الفقرة ب لا أعرف سميها حادثة أو مشهد غريب أيضا، ما حدث في نهائي كأس العالم في كأس الجزائر في البليدة في ملعب تشاكير. لأول مرة منذ الاستقلال لا يحضر رئيس الجمهورية، لا يحضر رئيس الدولة، لا يحضر رئيس الحكومة، بالكاد قبل وزير الشباب والرياضة بقمة الشجاعة مثل ما قال بعض التعليقات، وراح للملعب لكي يسلم الكأس للفائز قبل بداية المقابلة. كانت هناك بعض المناوشات وكانت بعض أيضا الشعارات من طرف المناصرين ادت الى هروب المسؤولين من هناك، وعاودوا رجعوا تاع السكيورتي ويدوب يعني طالبين ربي يزرب يخلص الماتش ويتسلموا ذاك الكاس ويزربوا يهربوا. سنتابع هذا التقرير ونطلب من ضيفنا التعليق عليه. نعم بالفعل، يعني كنت نقرا بعض الجمل في هذا التقرير، فعلا يعني اللي مش قادر يروح الاستاد يقابل الشباب يقود حوار شامل من اجل تحقيق امال الشباب اللي خرجوا. وش تعليقك سي محمد؟ تعليقي انا بالنسبه لبن صالح بالذات يبدو انه مريض بالسرطان، عفى الله المؤمنين من هذا المرض، من هذا المرض الخبيث طبعا، هذا المرض الخبيث، وانه من الاحسن ليه وللمنظومه وبقايا العصابه القائمه ان يروح يعالج يكمل يعالج على الاقل. صحيح. ما بقاله من أيام يعني، وندعو لكل مريض بالشفاء، خاصة الذين لا يجدون
لا مستشفيات فرنسا ولا بلجيكا ولا سويسرا. صحيح. ولا يجدون أحيانا حتى مستشفيات الجزائر، اللي أحيانا يروحوا المستشفيات ما يستقبلونش أو يستقبلون في أماكن ما تصلحش حتى للحيوانات. وكم من أسرة راي تعاني وكم من مريض راي يعاني في الجزائر المريضة جدا. وأقول أنه في النهاية كما تفضلت، لما يقدرش يواجه الجماهير باش يعطيهم وهو تحت الحراسة المشددة وكتائب نتاع البياري ونتاع الشرطة ونتاع المخابرات اللي باللباس المدني، واللي ومع ذلك خافوا كانت فضايح بالنسبة لهم، خرجوا ورجعوا وبعدين الناس سبوهم وبعدين اللاعبين ما حبوش يسلموا عليهم، لاعبين تاع بجاية إلى الحيين بالمناسبة. كيفاش رايحين يواجهوا الشعب؟ الشعب خلاص مش قادرين يواجهوه. والان تشوف لا الوزراء لا الولات نتاعهم ما كانش اللي راه قادر يروح لاي مكان. والوزراء راحوا حتى في رمضان، ظنوا باللي في رمضان ممكن الناس تكون نعسانه ولا تعبانه، فما ما خلوهمش حتى في الصحراء، ما خلوهم في طبعا الناس خرجوا في تندوف، هذا ما يسمى بوزير الطاقه، كانت اكثر من 42 درجه. الناس قالوا لي وخرجوا الناس وجروا مراهم كما تجري ورا السراق، لانهم بالفعل سراقين، لأنهم بالفعل عصابات. الشعب لم يعد يراهم كمسؤولين. هما داروا حصار على الشعب مدة 27 سنة على الأقل. هاو الشعب الآن داير عليهم حصار مدة 100 يوم بصح راح تستمر. أنا أنصحهم ومن أعماق قلبي، الشعب راه مازال عاقل وراه مازال العقلاء يتكلموا معه. من فضلكم سلموا الأمان للشعب، لأن هذه الأمانة، أمانة الحكم، هي أمانة الشعب. بسلمية سيف بسلمية مليح ليكم، مليح للشعب، مليح للوطن، مليح للبلاد، مليح للمنطقة، مليح للعالم. سلام في الجزائر مهم جدا للجميع بما فيها الأوروبيين اللي راهم مرعوبين الآن لو كانت تصرى فوضى في الجزائر وش يصرى عندهم حقيقة. لكن هذا كله من مكر، جزء كبير من مكر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا اللي قاعد تدعم في العصابات عندنا وتنهب فينا يعني بلا حدود. لكن احنا مع ذلك نتمنى أن هؤلاء والعقلاء منهم إذا بقي فيهم بعض العقلاء أن يفهموا ويسلم الأمر للشعب، والشعب يقرر مصيره ويحكم أمره ويأتي بالحاكم ويذهب به، لأن الحاكم اللي يجي بإرادة الشعب سيخدم الشعب، والحاكم اللي ما يجيش بإرادة الشعب راح ما يستعرفش بالشعب وينظر له ويحتقره كما كان بوتفليقة وأمثاله. ندعوهم بل نرجوهم أن يسمعوا إلى منطق العقل والأسلوب الحسن. صحيح. والحديث اللي راه يقال لهم العاقل. الشعب راه أكثر من 100 يوم وما زال الشعب عاقل. فأحسن من أن يجيهم ظروف وين يولوا الآن حداد راه يقول إيه، خرجت إشاعة ممكن صحيحة من عند محامي حداد قال يتخلى على كل أمواله ويطلقوه برك من السجن. مع أنه راه في سجن ملكي يعني. تخيل لو كان هؤلاء وش يولوا يقولون بعد، يعودوا يتمنوا لحظات أن من الحرية فقط. صحيح. ولا يقدروا يسافروا يهربوا لفرنسا لأنهم ثم وين قاعد يقضوا أيامهم الأخيرة، لأن ما يستعرفوش هما بالجزائر، الجزائر ينهبوها فقط. فندعوهم بل نرجوهم أن يستمعوا لصوت العقل قبل فوات الأوان. أشكرك جزيل الشكر وجميلا نختم بهذه الجملة. سيد محمد العربي سيد الدبلوماسي السابق وأيضا عضو حركة رشاد، أشكرك على هذه المشاركة معي في هذه الحلقة، إن شاء الله تكون لقاءات قادمة إن شاء الله ما استمر هذا الحراك. مشاهدينا الأعزاء، الشكر موصول لكل ضيوفي وأيضا موصول إليكم. نلتقي في فقرات أخرى، التغطية مستمرة وتلتقون مع زملاء آخرين في المغاربية لاستضافة ضيوف آخرين وأيضا الاستماع إلى هذه النقاشات الثرية من قناة المغاربية. إلى اللقاء.